أناس اليوم كانوا في جلسة، فيبدو أنهم قرأوا الآية 37 من النساء، وبالتالي هم يعني هن نسوة، فكانت إحداهن قد شرحت هذه الآية بأنه لا يجوز كتمان أي علم لدى أي إنسان مهما كان هذا العلم عن الآخرين، وإلا بيكون مخالفة. فواحدة سألت قالت طيب واحدة فينا أو واحد مثلا بيعرف يعمل قطايف كويس وله هالخلطة تبعه بيعملها بطريقة اللي عم تميزه على غيره، وهذا معروف. مثلا عندنا برمضان في واحد القدسي بيعمل أحسن قطايف، فهي سر مهمته. فقيل يعني كان الجواب أنه لا يجوز على الإنسان أن يكتب أي علم من عنده حتى ولو كان شيء يتعلق بسر مهنة أو شيء من هذا القبيل. فطلبوا مني أني أستفسر منك بهذا الشيء، وبالتالي تعميم الأمر، يعني هل هذا يندرج تحت كتمان العلم بشكل عام، أم أن هناك أشياء ممكن للإنسان أن يحتفظ بها لنفسه؟ أنا أعتقد أن المسألة أهون من أن نتكلم نحن بدليل يسقط هذه الدعوة، لأنها ستسقط بنفسها حينما يقال للمتبني لها هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأنت قلت آية كذا في سورة النساء، فما هي هذه الآية التي تدل هذه الدلالة العامة وأنها تحرم كتمان أي علم؟ فإن كانت لا تدل فالمسألة ساقطة بطبيعة الحال. نحن بدنا نشوف من أين أتيت هذه المرأة التي أدلت بهذه الدعوة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية أولا ليس فيها ذكر العلم، فمن أين أخذت دلالة عدم جواز كتمان أي علم؟ هو الفضل. ذكرنا بالآية من الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبدو الله أعلم أن تكهن عندي أن يعني اعتبرت أن الفضل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لهن أو لإحداهن أي علم أي شيء. لكن خطأ، هذا ما بيجوز، لأنه نحن بننظر سياق الآية. الآية لا تتحدث عن العلم، نمسكها من أولها. الذين يبخلون بماذا؟ أو أعطينا ما قبلها أيضا. طلعت أنا اللي ما قبلها، يبدو أنه ما إلها كبير صلة. نعم، أقرأ اعبدوا الله ولا تشرك ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب جنب ابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. خلينا ناخذ إذن منك لا، هو المقصود هنا كتمان الواجب إبراجه، سواء كان من العلم أو من المال، ولا يجوز بوجه من الوجوه أن نأخذ هذا النص مطلقا بدون أي قيد شرعي، لأنه سيقع من يفهم النص مطلقا في أمور لا يستطيع أن ينجو منها إنسان إطلاقا. يعني إذا فرضنا أن الآية سيقت في المال، وهي ليست في المال بل هي عن ذلك، فإذا أخرج المسلم زكاة ما عنده من مال وبقي عنده فيض كبير جدا من المال،
فهذا دخل بالأكثر من ماله وأخرج وأعطى قليلا من هذا المال، فهل يشمل هذا النص القرآني هذا الإنسان الذي يخرج زكاة ماله؟ الجواب طبعا لا. وإذا رجعنا إلى المعنى العام الذي يشمل العلم، فالعلم نوعان كما تعلمون جميعا، علم يجب نشره ولا يجوز كتمانه، وهو الذي يترتب عليه صلاحا أو طلاحا، صلاحا نشره وطلاحا كتمانه، وهو العلم الشرعي، والناس يتفاوتون في هذا كما هو معلوم. أما العلم الدنيوي فهذا لا يمكن أن يشمله أي نص، وبخاصة مثل هذا النص الذي لم يرد خاصا في العلم، بل جاء بهذا المعنى المطلق الذي يشمل العلم والمال معا. ولذلك أنا أقول كما تعلمون دائما وأبدا أنه لا يجوز لطالب العلم أن يفسر القرآن أو السنة مستقلا عن استعانة بجهود العلماء والأئمة الذين سبقونا في هذا المضمار العلمي بمسافات كبيرة وكبيرة جدا. وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم، الرجال فضلا عن النساء، أنهم يأخذون هذا القرآن ويدرسونه معتمدين على ثقافتهم الشخصية، لا يرجعون إلى ما جاء في تفسير الآية من التفسير، خاصة التفسير الذي نسميه التفسير المأثور والمنقول عن السلف. وأنا ضربت أكثر من مرة مثلا أن مثلا من يفعل هذا يأتي إلى نص من القرآن الكريم أو من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيحاول أن يفهمه دون أن يستعين على فهم ذاك النص بالعلماء المتقدمين. مثله كمثل من يريد أن يبتكر وأن يخترع طائرة دون أن يستعين بجهود العلماء المتقدمين، هل وصلوا هذه الآلة إلى شيء يكاد يفوق الخيال؟ هذا سيصيبه ما أصاب الذي كان هو السبب لإيجاد هذه الطائرة التي هي تشبه الخيال. هذا مثل من لا يستعين بجهود المتقدمين ويعتمد على نفسه وذاته في تفسير القرآن أو السنة. هذه الآية على كل باحث يريد أن يعرف معناها، إذا من قدع في نفسه هذا المعنى المطلق فينبغي أن يعود إلى هذه القاعدة التي ذكرتها آنفا، وهو يستعين بمن قبله. لكن هذا أيضا قد لا يكفي، فيجب أن يكون عنده ثقافة إسلامية عامة تساعده على أن يفهم مثلا ما يقوله بعض علماء الأصول في بعض النصوص العامة
يقولون هذا نص عام أريد به الخصوص، نص عام أريد به الخصوص. هذا حتى يخرج عن القاعدة، لأن النص العام يجب أن يفسر على عمومه، لكن أحيانا يراد به الخصوص ولا يراد به العموم. فمن أين يستطيع هذا الإنسان أن يتبين أن نصا عاما لا يراد عمومه إنما يراد خصوصه، إلا إذا كان عنده ثقافة عامة. ويحضرني بهذه المناسبة مثال، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن قد لا تحضر دائما خطبات، إلا مثال. أنا حديث عهد بدراسته والاعتبار به. بهذه المناسبة أقول، اطلعتم على كتاب حول الاستعانة بالكفار؟ كتاب جديد هذا. أيوة. مين هذا حسان؟ حسان شيخنا اللي اتصل معك بشأن الحديث، ذكر عن شعيب. هو هذا. هذا بحث، هذا الموضوع بحث جيد إلى حد كبير، موضوع الاستعانة بالكفار اللي وقع من السعودية. الحقيقة كان يعني مستوعب باستيعاب جيد. لا بهذه المسألة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. موضوع الاستعانة بالكفار اللي وقع من السعودية. الحقيقة كان يعني مستوعب باستيعاب جيد. في هذه المسألة أقول هالمسألة هذه بالذات تكلم فيها كلاما جيدا، لكن المثال اللي أريد أن أذكره الآن هو ما قبل هذه المسألة. تعرض لموضوع الجهاد وفضله، وأن العلماء يقولون الجهاد قسمان،